السلام عليكم. ناقش بشكل سريع أهم الأفكار اللي ممكن تيجي من مادة السكند ومادة الفاينل. نبلش بهذا الموضوع، ناقشناه قبل لما يعطينا معادلتين فيهم مجاهيل ويحكي لك عندك نو سوليوشن، يوجد سوليوشن، يوجد ديتيرمنت تساوي صفر إلى آخره. تعلمنا كيف الحل. الحل بالغالب بيكون إما بتحكي الديتيرمنت يساوي صفر أو الديتيرمنت لا يساوي صفر. توجد الديتيرمنت بتساويه بالصفر أو بتحط إشارة عدم المساواة وبتوجد المجاهيل. في حال كان في شوية تعقيد في المعادلتين بحكي لك infinitely many solution. لما نحكي infinitely many solution ل two equations فاحنا بنعرف انه المعادلة، في معادلة من المعادلتين مشتقة من المعادلة الاخرى. يعني في صف لما نعمل ماتريكس في صف راح يصفر بالكامل وبناء عليه بنوجد الحل. الاندبندنسي اللي هي بعطينا فيكتور بحكي لك ديبندنت او اندبندنت. الحل بيكون باكثر من طريقه. تعلمنا بنعمل جاوس اليمنيشن، اذا في عنا صفوف صفرت بالكامل فبكون عنا ديبندنت يعني اعتماديه، يعني في عنا نسخ وهذا السبب للتصفير. وفي طرق ثانيه لاكتشاف الموضوع ناقشناها بماده السكند. حكينا بالنسبة للكوفاكتور والماينور، في عنا الكوفاكتور القانون سالب واحد جي زائد كي ضرب الماينور جي كي. إذا حددنا هذا العنصر بنشطب الصف والعمود الواقع عليهم وبناخذ باقي العناصر كماينور. بالنسبة للموضوع هذا السؤال اللي هو الرو اوبريشنز، لما نعمل تبديل بين تو رو بنضرب بسالب واحد، لما نضرب رقم ثابت بأحد الصفوف بنضربه بالديتيرمينانت، لما نجمع صف لصف ثاني سواء كان مضروب برقم ثابت او لا. يعني مثلا هنا زائد 2 سي، جمعنا الصف هذا للصف هذا وضربنا هذا الصف باثنين، ما في اي تأثير. حكينا التأثير تبديل بين صفوف سالب واحد، لما نضرب رقم ثابت بصف او عمود بنضربه بقيمة الديتيرمينانت. لما يحكي لنا ثلاثة ضرب ايه داخل حدود الديتيرمينانت داخل التو لاينز، فيعني ضارب الثلاثة بالماتريكس كاملة، فبنحكي أس نون اللي هو حجم الماتريكس سكوير ماتريكس طبعا لأنه الديتيرمنت للسكوير ماتريكس. أما لما يكون خارج الحدود فيعني حاكي ثلاثة ضرب الديتيرمنت، بنوجد الديتيرمنت وبعدين بنضرب بثلاث. حكينا الديتيرمنت لـ A ترانسبوز يساوي الديتيرمنت لـ A، الديتيرمنت لـ A انفرس يساوي واحد على الديتيرمنت لـ A. بهذا السؤال بحكيك الـ augmented matrix، معطينا الـ augmented matrix وبحكي لك the system is consistent with one unique solution. فكيف الحل استنتجنا؟ كيف استنتجنا انه الحل يونيك على الرغم من وجود صف مصفر بالكامل؟ هو اعطانا augmented matrix، هون انسى هاي ملاحظة، اعطانا augmented matrix ووقف ما حكى لك after gauss elimination. فيعني بالاصل هذا الصف هو ضايفه، هو بالاصل مش موجود، فبنحذفه وبناخذ الماتريكس بدونه. لاحظ انه بعد gauss elimination ما في عنا صف صفر بالكامل، فالحل بيكون يونيك. اذا اعطاك بالسؤال ملاحظة انه augmented matrix after gauss elimination فكيف بيكون الحل؟ الحل هذا الصف بالاصل كان موجود بالاجمنتد ماتريكس وبعد ما عملنا جاوس اليمنيشن صفر بالكامل، فالحل بيكون انفينيتلي ماني سوليوشن ومش يونيك سوليوشن. باستخدام هاي القاعده الرانك ل A كومبوننت ماتريكس هل يساوي الرانك للاجمنتد ماتريكس هل يساوي ان او لا يساوي ان. ناخذ الفكره اللي بعديها، معطينا ماتريكس معطينا الرموز A B C D for which value of A B C D B تساوي B inverse. احنا بنعرف انه لما نضرب B في B inverse راح يكون عندنا الجواب واحد، فلما يحكي لك B تساوي B inverse فاحنا بنعتمد بالحل على ال inverse. لو ضربنا هنا B inverse هنا B inverse وما في داعي لاكثر من طريقة، خلينا نعتمد على هاي الطريقة اللي هي determinant او determinant بدون المضروب. الديتيرمنت لبي مضروب بالديتيرمنت لبي انفرس يساوي واحد. بدي اعتمد هاي الطريقة بالحل لانها اسرع طريقة من انك تضرب تو ماتريسيز. احنا عرفنا لما يكون عندنا ابر او لور
الديتيرمنت موجودة بمضروب عناصر المين دايجونال. بما انه حاكي لك بي تساوي بي انفرس، فالديتيرمنت لبي راح يكون مساوي للديتيرمنت لبي انفرس، فعشان لما نضربهم ببعض يكون عندنا الناتج واحد. فخيارين عندنا، اما تكون واحد موجب واحد او سالب واحد. ليش؟ اذا ضربنا الواحدات فبكون الديتيرمنت لبي يساوي واحد، اذا عملنا لها انفرس فراح تكون الديتيرمنت لها يساوي كمان واحد. ديتيرمنت واحد ضرب واحد يساوي واحد. اذا كانت سالب واحد الديتيرمنت راح يكون لبي سالب واحد، الديتيرمنت لبي انفرس راح يكون كمان سالب واحد. سالب واحد ضرب سالب واحد بيكون الجواب واحد. فهي حددنا قيمة ايه محصورة بين الموجب واحد والسالب واحد. هسه انا حاطط لك هنا ملاحظة، اذا حكى لك بي تساوي بي ترانسبوز، لما حكى لنا بي تساوي بي انفرس بغض النظر شو كانوا العناصر بي سي دي، لانه احنا بهمنا الديتيرمنت. اما اذا حكى لك بي تساوي بي ترانسبوز فما فوق المين دايجونال لازم يكون مساوي لتحت المين دايجونال. ما دام انه هون اصفار، لما نقلب دي راح تكون صفر، نقلب سي راح تكون صفر، نقلب بي راح تكون كمان صفر. فهون حصرنا الجواب اي تساوي موجب سالب واحد، وقيم بي سي دي لازم يكونوا صفار. ركز فيها وتفهمها اكثر ان شاء الله. الفكرة اللي بعديها معطينا ماتريكس، سكوير ماتريكس، بحكي لك اي اكس تساوي صفر has unique solution given vector has. حكي لك هذه الصيغة الماتريكس A لها unique solution، فشو الحل بيكون للفيكتور B؟ حنعرف unique solution مرتبط بالانفرس، فلما ناخذ انفرس لهذا الشكل X تساوي B فراح نعرف انه ال X راح يكون unique solution. unique solution ربطناه بالانفرس بهذا يعني الشكل المختصر نستنتج الحل. فلما نستخدم قاعدة الانفرس بإيجاد المجاهيل X فراح يكون الجواب infinite unique solution ومش infinitely many solution. نشوف هذا السؤال، معطينا الماتريكس A والماتريكس B، بحكي لك سكوير ماتريكس حجمهم 2 باي 2، وعطينا المعادلة A B تساوي B A، ومعطينا السكيلر ماتريكس 3 3 على المين دايجونال فوق 0 تحت 0 دايجونال ماتريكس، فهاي بنعتبرها رقم ثابت اللي هو 3. لما يوضح لك انه A B تساوي B A كقاعدة عامة هم مش متساويين، بس لك لما يوضح انهم متساويين فاحنا بدنا نستنتج انه ممكن نستخدم الانفرس عشان نضرب انفرس على جهة والانفرس على جهة ثانية، فهاي بتصير واحد وهاي بتصير واحد. فشو بكون الحل؟ لما نختصر بكون عندنا بي تساوي بي، لما نضرب هنا A انفرس بي تساوي بي تمام، وتساوي ثلاثة A انفرس. تشوف الخيارات كان بالامتحان موجود معانا A inverse يساوي 1 على 3 B. ممكن طبعا تضرب من هاي الجهة B inverse B inverse B inverse، لكن خلص A inverse وطلع الجواب. معطينا هنا find the value x زاد y، معطينا المعادلة طبعا موضوع سهل، 2 حسب المواقع بنضرب corresponding components وبنوجد قيمة z وقيمة قيمة x عفوا وقيمة y وبنجمعهم وبنحط الجواب الصحيح. evaluate ومعطينا two lines فيهم عناصر، يعني بدنا نحل للdeterminant. لما يكون عندنا matrix بهذا الشكل الكبير فبنشك بوجود proportional يعني dependent، يعني two column أو two rows لهم نفس الأرقام. لو نتفرج بنشوف 6 8 7 16 ما في identical، يعني ما في proportional. نتفرج مرة ثانية، الواحد صارت 8، الاثنين صارت 16، ضرب بثمانية ضرب بثمانية، الثلاثة صارت 24، الأربعة صارت 32، والخمسة صارت 40. بتلاحظ إنه العمود الأول والعمود الثالث بيشبهوا بعض، لكن العمود الثالث مضروب برقم 8 مباشرة. بتستنتج إنه بعد ما تعمل جاوس إليمينيشن راح يكون في عنا تصفير لصف كامل، وراح يكون الجواب للعناصر المين دايجونال راح يقع عليها عنصر يساوي صفر والديتيرمنت راح يساوي صفر. معطينا هذا السؤال الحل، موضوع سهل طبعا، توجد الكوفاكتور ماتريكس تعملها ترانسبوزيشن
بتوجد الرانك اللي هو عدد الصفوف اللي ما صفروا بالكامل، بتوجد الديتيرمنت تعلمناه بعد ما تعمل قوس اليمينيشن عناصر المين دايجونال، توجد الماينورز اوف اي، راح توجده بالتأكيد وانت توجد الكوفاكتور ماتريكس اللي انفرس واحد على الديتيرمنت ضرب الكوفاكتور ماتريكس معمول لها ترانسبوزيشن. اذا حكالك اوجد الاكس فيكتور، طبعا بيجيش بسؤال ضع دائرة، بتضرب اي انفرس بالرو بي اللي معطيك اياه، تضربه باي انفرس وبطلع معنا قيم العناصر اكس. الحل بيكون بهذا الشكل الطويل. لاحظ وجدنا الكوفاكتور لكل عنصر على حدة، عملنا لهم ماتريكس، عملنا لهم ترانسبوزيشن، قسمنا على الديتيرمنت وطلع معانا A انفرس. ننتقل لموضوع الأسئلة الممكنة على مادة الفاينل شابتر 8. معطينا الماتريكس B، بحكي لك find the eigen values، حكينا في عنا المعادلة determinant A ناقص لمدا I تساوي صفر، بنطرح لمدا من عناصر المين دايجونال، بنوجد الديتيرمنت، حكيت لك بتضع دائرة توجد الديتيرمنت، يعني بتعمل مضاريب بتوقف بتصير تعوض أرقام وبتشوف هل هم صحيح او لا، او بتكمل لل الاكويشن درجة ثالثة تعمل لها تحليل وبتوجد قيم لمدا 1.5، لمدا 2.1، لمدا 3.2. ننتقل للسؤال الثاني، بحكي لك معانا 5 an eigen value of matrix هاي، which of the following system of equation should be solved. احنا نحكي A ناقص 5i ضرب X يساوي صفر. لاحظ الفيكتور X، طرحنا 5 من المين دايجونال من الماتريكس A وساويناها بالصفر، فبنشوف الأشياء المباشرة عنا يساوي صفر صحيحة، X Y Z عادي مجاهيل للإيجن فيكتور X. بدنا هسا نشوف المين دايجونال فقط لازم يكون مطروح منه 5، فوق المين دايجونال لازم ما يتغير، تحت المين دايجونال ما يتغير. لاحظ 1 ناقص 5 سالب 4، 4 ناقص 5 سالب 1، سالب 1 ناقص 5 سالب 6، فبكون هاي هي الصيغة الصحيحة لهاي المعادلة للإيجن فاليو طبعا 5، إذا غيرها بدك تتفقد عناصر المين دايجونال. find the characteristic value of A، الكاركترستيك فاليو اللي هي نفسها الايجن فاليو اللي هي لامدا، كيف نوجدها؟ بنطرح من المين دايجونال لامدا وبنوجد الديتيرمنت بنساويه بالصفر وبطلع معانا الحل مثل ما مبين، طرحنا اللامدا من المين دايجونال اوجدنا الديتيرمنت معادله من الدرجه الثالثه طلع معنا لامدا 1، لامدا 2، لامدا 3، او جربنا الخيارات حط لك ملاحظه تعوض بتشوف صفر او ما صفر من هاي المعادلة، ما في داعي تكمل يعني، وبكون هيك الحل بشكل سريع. الفكرة الرابعة، which of the following are eigen vector of، معطينا الماتريكس بحكي لك ايها eigen vector، حكينا قبل كيف بنوجد الايجن فيكتور، AX should be proportional لX، يعني نضرب كل فيكتور بالماتريكس A وبنشوف هل ممكن نسحب منه قيمة لامدا او مش ممكن. قبل ما نبلش حكيت لك كمان انه الاكس نفسه ممكن يكون بروبورشنال لنفسه، يعني هون حكينا اكس الها اصل واحد مضروب برقم ثابت مغير شكله، لاحظ واحد واحد صارت خمسة خمسة، يعني هذول لهم اصل واحد، فبتجرب واحد منهم تضرب مثلا هذا بتضربه بالماتريكس، اذا طلع صحيح معناته الاثنين صحاح. شوف هنا سالب 2 و 6، في عنا سالب 3 و 1 مش إله، 1 و سالب 3، لو قسمنا هذا المات لو قسمنا هنا على سالب 2 بصير 1، سالب 2 بصير سالب 3، إذن هذول نفس الإشي كمان proportional لبعض. سالب 3 و 1 ما أظن إله تشابه، عنا الواحد والسالب 1 كمان ما أظن إله شبيه، فانت بتجرب هذا وهذا 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 بتجربهم، اذا قدرت تسحب رقم ثابت بعد الضرب ورجع لشكله الاصلي بيكون ايجن فيكتور للماتر. هاي هون حليت للفيكتور الاول، ضربنا هذا الفيكتور بالماتريكس هيوتو طلع معانا 3 3، لما نسحب 3 برجع 1 1، اذا هو ايجن فيكتور صحيح. لما نضرب 5 5 بطلع معنا 15، نسحب 3 بطلع معنا 5،
هو صحيح مثل ما حكيت قبل، ما في داعي تضرب الاثنين وتضرب واحد وانتهى الموضوع. اللمدة لهم ثلاث، يعني إذا طلب لمدة كسؤال إضافي يساوي ثلاث لهذول الفيكتور، وهكذا لباقي الفيكتور. إذا ما قدرنا نسحب رقم ثابت معناته مش ايجن فيكتور للماتريكس. هون معطينا الفيكتور ومعطينا corresponding to eigen value. حكيلك هذا الفيكتور مستخرج من هذه اللمدة للفولوينج ماتريكس، هل هذا صحيح؟ لاحظ أعطاك شرط، حكالك هذا الفيكتور وهاي اللمدة، يعني هاي اللمدة لما طرحناها من عناصر المين دايجونال طلعت لنا هذا الفيكتور. فكيف طريقة التأكد بتكون؟ مش فقط بنضرب هذا الفيكتور بالماتريكس، لا، وبنطرح كمان الايجن فاليو من عناصر المين دايجونال. طبعا امامك خيارين، اما تضرب وتشوف الرقم الثابت اللي بسحبه يساوي 2، اذا يساوي 2 معناتها لمده صحيحه، تمام، يعني تضرب الفيكتور بالماتريكس وتشوف الناتج، هل اذا سحبنا هل طلع معانا 2 2 2؟ اذا سحبنا اذا طلع معانا هذا الفيكتور فبكون الحل صحيح، او بنطرح اثنين من عناصر المين دايجونال وبنضرب هذا الفيكتور ولازم يكون الجواب مساوي صفر. السؤال بعده بحكي لك show that lambda equal 2 scan eigen value for the following matrix. معطينا eigen value وبدنا نتأكد هل هي eigen value لهاي الماتريكس. مباشرة من الديتيرمنت a ناقص 2i لازم يساوي صفر، إذا ساوى صفر بتكون agent value، ما ساوى صفر بتكون not agent value. فبنطرح عناصر المين diagonal، نطرح اثنين من عناصر المين diagonal وبنحسب الديترمنت. لاحظ بهذا الشكل لما يعطينا الأبر فورم فالموضوع بكون سهل، نطرح اثنين، اثنين ناقص اثنين ثلاث ناقص اثنين وسالب اثنين ناقص اثنين، بغض النظر شو فوق شو تحت لأنه معانا أبر فورم، فبكون معانا صفر واحد سالب أربعة. لاحظ في عنصر صفر فالديتيرمنت بالتأكيد راح يكون صفر، عناصر المين دايجونال المضروبين إذا هي ايجن فاليو لهاي الماتريكس. نشوف السؤال السابع، بحكي لك الماتريكس واحد ونص، هي واضحة. Which of the following represent the corresponding matrix of eigen vector bases of A؟ حكينا ال eigen bases، ال eigen vector اللي هو بمثل ماتريكس حجمها من حجم الماتريكس A اللي هو 2 by 2 راح يكون حجمه، بيمثل الفيكتور اللي طلعناهم من الايجن فاليو اللي هو الايجن فيكتورز للماتريكس. احنا بنعرف انه عشان نعمل دايجنالايزيشن لازم نعمل x انفرس ضرب A ضرب x، نفس هي حالة خاصة من السيميلاريتي اوف ماتريكس اللي هي p انفرس في A في p. حكينا p احنا بنحطها وحكينا لها شرط الديتيرمنت لا يساوي صفر، فبنقدر نستنتج طريقة للحل اللي هو لازم يكون x عشان يكون في عنا diagonalization، لازم يكون x اول شيء حجمه 2 by 2، ثاني شيء الديتيرمنت له لا يساوي صفر. فلاحظ هون الخيارات جميعها 2 by 2 اذا تحقق الشرط الاول. الشرط الثاني الديتيرمنت لا يساوي صفر، نتفرج على الماتريكس، لاحظ سالب واحد واحد سالب واحد واحد، لو ضربنا هذا بسالب واحد راح يكون في عنا identical تطابق، فعني هذول الاثنين شو dependent to each other، فراح يكون عنا بعد Gauss elimination هذا الصفر راح صفر بالكامل والdetermined تساوي صفر فمنستثنيه. نشوف هنا واحد واحد identical بعد Gauss elimination determined راح يكون صفر نستثنيه، واحد سالب واحد 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 لو نضرب بسالب واحد ما راح يصير في تطابق فمنخليه. هنا واحد سالب واحد واحد سالب واحد بعد Gauss elimination راح صفر، إذا الخيار بشكل سريع استنتجنا C. في ملاحظات للأرثوغنال ماتريكس، حكينا بطلع معانا conjugate in pairs، يعني بطلع معانا complex conjugate in pairs أزواج ال absolute value لهم لازم تساوي واحد، absolute value لهم تساوي واحد. معطينا real matrix A، معطينا اياها بهذا الشكل determine the skew symmetric، حكينا any real matrix تساوي R زائد S، R اللي هي real matrix، S skew symmetric matrix، real matrix نرمز لها بالرمز او بالقانون نص A زائد A transpose، والskew symmetric matrix نص A
ناقص A ترانسبوز، وحلينا مثال كيف نحل. عادي بنعمل ترانسبوزيشن للماتريكس، بنطرح العناصر ضمن الكورسبوندينج كومبوننتس يعني ضمن الموقع نفسه، نطرحهم نضرب بنص. هنا عناصر المين دايجونال للسكيو سيمتريك ماتريكس لازم يكونوا صفر. بتحل انت بتشوف شو سكيو سيمتريك، طبعا اذا طلب الريال سيمتريك بتحل على هذا القانون. The similarity matrix of A، معطينا similarity matrix of A determine the eigenvalue of A. حكينا بملاحظة الـ eigenvalue للـ A مساوي للـ eigenvalue للـ similarity بعد ما نعملها transformation. فكيف بكون الحل؟ بنوجد الـ eigenvalue لهاي الماتريكس وبكونوا نفس الـ eigenvalue للماتريكس A. ممكن يعطينا السيميلاريتي اوف ماتريكس ويعطينا اكثر من خيار للماتريكس A ويحكي لك حدد الماتريكس A. الحل بكل سهوله بكون بتوجد لمدا للماتريكس A، عفوا بتوجد لمدا للسيميلاريتي ماتريكس، وبتوجد لمدا اللي مساويه. إذا أعطانا similarity matrix أو أعطانا matrix وبده العكس، يعني بده similarity أو بده الماتريكس الأصلية، بنوجدها وبنستنتجها عن طريق لمدة. بنوجد لمدة للمعطينا إياها وبنشوف لمدة للخيارات لازم يكونوا متساويين. آخر ملاحظات كسؤال 10، orthogonal matrix A، الـ A transpose بيكون مساوي A inverse، معطينا الملاحظات A inverse تساوي A في A inverse تساوي A في A transpose تساوي I تساوي 1. determinant ل i يساوي 1، determinant ل a في a inverse، هذا خاص بالorthogonal matrix طبعا. determinant a في a transpose يساوي 1، نفس الشيء لما نفصلهم كل واحد لحاله يساوي 1. determinant هون ناخذ له تربيع يساوي 1، determinant موجب او سالب 1، determinant للorthogonal matrix. وبالنهايه اللمدة للorthogonal matrix بعطينا distance، الـ absolute value للـ orthogonal matrix بكون موجب 1، فبكون الخيارات محصورة بين الموجب والسالب 1 كريال، ولازم يكون عندنا complex conjugate in pairs، يعني A موجب سالب I B لما ناخذ لهم الـ absolute value بهذا القانون، A تربيع زائد B تربيع بطلع معنا لمدة 1. لو أخذنا حل لسؤال تساوي سالب 1 لمدة 2 تساوي 5 زائد I جذر 11 على 6 I ناقص جذر 11 على 6 لما ناخذ لهم الابسوليوت فاليو راح يطلع مساوي للواحد. هيك ان شاء الله نكون خلصنا مواضيع تشابتر 8. تشابتر 9 ما في اشي كبير، عبارة عن فيكتور وتعويض، يعني حل مباشر على كم قانون. وبالتوفيق للجميع، لا تنسونا من الدعاء.